هنا بيتم تقديم الصدقات. هنلاقي النص المكتوب بالكتابة الهيروغليفية موجود على اليمين وعلى الشمال متطابق، لأن المصري القديم كان بيحب يزين المقبرة بيعمل فيها توازن بالكتابات. علشان نعرف نحدد اتجاه الكتابة هنبص على العصفورة بصة فين. لو هي بصة الناحية دي هنبتدي كده، لو هي بصة من الناحية دي هنبتدي كده. هنا على الباب الوهمي هنلاقي إن موجود فوق نص مكتوب حتة دي نسو. حتة دي نسو معناها صدقة مقدمة من الملك، وهنلاقي اسم المتوفى أو صاحب المقبرة موجود تحت محل، وهنا صور لي وهنا صور دي، والاسم متكرر كذا مرة. المصري القديم كان بيحتفظ في مقبرته ببرديات فيها صلوات بتساعده في رحلته في العالم الآخر، وكل ما زادت المكانة الاجتماعية وثروة المتوفى كان بيقدر إنه يسجل أكبر عدد من الصلوات اللي مكتوبة بالكتب الدينية زي كتاب خروج للنهار.